نعم. يقول السائل: ما حكم مشاهدة مباريات كرة القدم في التلفاز؟ يعني عندك فراغ، ما لك شغل إلا متابعة القدم وما أدري وشو. المسلم وقته ثمين، ما ينبغي أن يضيعه في المباريات والمسلسلات والأشياء الهابطة التي لا تفيده في دينه ولا في دنياه. يحفظ وقته فيما ينفعه وما يفيده. كونك تنام أحسن من كونك تشاهد المباراة. تنام ترتاح، تقوم تصلي آخر الليل، أحسن لك من أنك تشاهد شيء ما فيه فائدة ويأخر عليك النوم ويكسلك عن صلاة الفجر.